أهلا بكم، حلقة جديدة من برنامج سما بريس نستعرض فيها أبرز الأخبار التي حملتها أوراق الصحف الصادرة لليوم، والبداية دائما بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد، البداية مع فقط بالخط العريض ونستهلها بما حملته الصحافة السورية لنقرأ من الوطن التي عنونت العملية الخاصة في أوكرانيا تدخل عامها الثالث والروس يحتفلون بحماة الوطن. الرئيس الأسد مهنئا الرئيس بوتين، أشيدوا ببطولات قواتكم المسلحة في الحرب المشتركة ضد الإرهاب. كذلك كتبت سوريا أمام العدل الدولية، استقرار الشرق الأوسط ومصداقية الأمم المتحدة يتطلبان إنهاء الاحتلال، اتفاق الهدنة يسابق دخول شهر رمضان وأنباء عن تقدم كبير. ومن الوطن إلى الثورة لنقرأ ما جاء فيها لليوم، السفير آلى أولوية سوريا تحرير ما تبقى من أراضيها من الإرهاب والاحتلال. كذلك كتبت تطوير العلاقات الثنائية في التعليم الجامعي والبحث العلمي مع تونس. ومن الثورة إلى تشرين لنقرأ ما جاء فيها لليوم، قاعدة تصنيع لشركات التكنولوجيا، من ستكون دولة ازدهار الثروات وازدياد عدد أصحاب الملايين مستقبلا. والبداية من الدفع الإلكتروني، أتمتة سير العمل والسير في مفهوم الحوكمة، طريق الإصلاح الإداري الحصري. وفي جولة سريعة في الصحافة الأجنبية نقرأ من واشنطن بوست، أحداث غزة تظهر تراجع نفوذ أمريكا وعزلتها. ذا نيويورك تايمز عنونت اليوم، الحرب والمرض قد يقتلان 85,000 من سكان غزة خلال 6 أشهر. الجارديان كان عنوانها العريض، بريطانيا يمكنها لعب دور لإحلال السلام في غزة لو تعاملت قياداتها بجدية. وأخيراً لاموند الفرنسية، الولايات المتحدة تعيش عزلة دبلوماسية مريرة بسبب غزة. ومن السياسة إلى الرياضة وعناوينها، حيث عنونت صحيفة مارك لليوم، سيرجيو راموس يعود إلى منزله كقائد لإشبيليا، وبرشلونة يمنح نفسه فترة ما بعد الظهيرة الأكثر هدوءاً. كورييري ديلو سبورت كتبت لليوم، نابولي يبتسم، أوسمان يعود إلى المجموعة ويتعافى، وكين يهزم لايبزيغ، بايرن ميونخ يعود للانتصار. لصوص المدارس عنوان مقال نشرته صحيفة تشرين المحلية وجاء في تفاصيله، تتكرر حوادث سرقة المدارس في العديد من المحافظات وبعضها تعرضت للسرقة أكثر من مرة، إن افتقار معظمها إلى حراس لأبنيتها يشجع ضعاف النفوس من لصوص المدارس على اللعب بها وسرقتها عن طريق الخلع والكسر، وهو ما يتسبب بخسائر مادية كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار المواد المسروقة وخاصة ما يخص الأبواب وبقية التجهيزات. التكاليف المادية التي تتكبدها دوائر الأبنية المدرسية في مديريات التربية في المحافظات كبيرة لإعادة ما تمت سرقته من أكبال كهربائية وصنابير مياه وأجهزة إنارة وبطاريات وغيرها، وترميم وإصلاحات تلك المدارس المسروقة بالتعاون أيضا مع المجتمع الأهلي. لا يوجد بديل في المحصلة عن حارس مقيم في كل مدرسة، لأنه يعتبر صمام الأمان لها في الحفاظ عليها وعدم العبث بها وسرقتها، فغالبا ما تتم السرقات ليلا، وباعتقادنا أن تكلفة التخريب والسرقات تفوق راتب أي حارس بأضعاف المرات، عدا منعكسات التخريب من الجانب البيئي وتعطيل العملية التدريسية لوقت من الزمن لحين تأمين بدائل المسروقات. وفي فقرة صحافة العدو نقلت صحيفة يدعوت أحرنوت الصهيونية عن مسؤولين إسرائيليين أن محادثات باريس كانت جيدة واستمرت أكثر من المتوقع، مشيرة إلى أن هناك طريقا يجب قطعه أو قطعه في المحادثات. كما نقلت الصحيفة الصهيونية عن مصادر مطلعة على مفاوضات التبادل أن الاتفاق في باريس تم حسب خطوط عريضة جديدة، مضيفة أن الوفد الإسرائيلي عاد من العاصمة الفرنسية باريس، حيث شارك في الاجتماعات برفقة ممثلين عن مصر وقطر والولايات المتحدة. ومن إكس نقرأ، انتشار شرب القهوة في براغ كان بفضل مغترب سوري.
وفي التفاصيل قالت تدوينات تعود لموقع إدينيس الإلكتروني التشيكي إن الفضل في انتشار شرب القهوة بين سكان العاصمة التشيكية يعود لمغترب سوري أسس مقهى في براغ عام 1714، وكان الأول الذي عرض القهوة على الناس في شوارع العاصمة في البداية. وأشار الموقع إلى أن هذا المغترب اسمه جورجوس عطلة الدمشقي، وكان والده تاجراً حيث افتتح مقهى في مكان يقع عند جسر تشارلز الشهير وسط براغ، ونجح في استقطاب الكثير من الزوار وبشكل متكرر. وكان في البداية يبيع القهوة في الشارع ويرتدي الثياب التقليدية الشرقية. ولفت الموقع إلى أن تقليد شرب القهوة في المقاهي بقي من بعده، وظلت الرائحة العطرة تفوح من القهوة. يطالب زوجته بإعادة كليته أو دفع ثمنها ليطلقها، عنوان خبرنا لليوم في فقرة الصفحة الأخيرة وجاء في تفاصيله. طلب طبيب أمريكي من زوجته إعادة كليته التي تبرع بها لها بعدما رفعت قضية انفصال للطلاق منه. وكان الزوج تبرع بكليته لزوجته عام 2001 بعد معاناتها من ظروف صحية قاسية وخضوعها لعمليتي زرع كلا فشلتين، معتقدا أن تبرعه سيغير علاقتهما نحو الأفضل. والغريب في الأمر أن الزوجة وبعد 4 سنوات من تبرع زوجها بكليته لها تقدمت بطلب طلاق، وحاول الزوج أن يتهم زوجته بالخيانة ومحاولة الانفصال عنه من أجل بدء حياة جديدة، طالبا منها إما أن تدفع 1,047,000 دولار أو تعيد كليته. واعتبر القاضي أن طلب الزوج غير منطقي، بينما برر محاميه أنه كان يسأل فقط عن قيمة كليته، إلا أن المحكمة رفضت طلب الزوج بإعادة الكلية أو تعويضه ماليا، مؤكدا أن جهود المدعي للحصول على تعويض نقدي لا تتعارض مع التقادم القانوني فحسب، بل قد تعرض المدعي للملاحقة الجنائية. إلى ريشة رسامي الكركي. وبهذا نطوي أوراق الصحف الصادرة لليوم، إلى اللقاء.